اهلا بيكم في حلقه جديده من لينير كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم الخطي. في حلقه النهارده هناخد امثله على الروت لوكس. اول مثال عندنا على النيجاتيف فيدباك، لازم اعمل تشيك ان عندي السيستم يبقى نيجاتيف فيدباك عشان اطبق الخطوات اللي هقولها في الفيديو ده. هنا عندي لازم الفيدباك هنا يبقى بالسالب، وبالتالي لما يبقى بالسالب لازم اعمل تشيك تاني هنشوف بعد شويه عشان يبقى بالسالب. ولما يبقى بالسالب عندي الترانسفير فانكشن هتبقى الفيد فورورد باس عندي اللي هو المسار الامامي ده اللي هو الجي على واحد عكس الاشاره هنا، وهضرب كل الترانسفير فانكشن الموجوده في اللوب اللي هي جي في الاتش. ده تعتبر الاوبن لوب عندي، جي في اتش دي الاوبن لوب، بمعنى ان انا بقطع هنا واضرب دي في دي يطلع الاوبن لوب عندي هنا. عندنا في المثال ان جي مدهاني بالشكل ده والاتش بالشكل ده. اول حاجه بضرب الاثنين في بعض، لما اضرب الاثنين في بعض هيديني نفس الترانسفير فانكشن دي، مفيش اختلاف، وهسميها جي اتش. يبقى جي اتش بتساوي ايه؟ كي على اس زائد 2 اس زائد 4. عشان اعمل تشيك عندي السيستم هل هو نيجاتيف فيدباك ولا لا، قلنا اول حاجه ان لازم هنا يبقى الفيدباك عندي بالسالب. رقم 2 ان كل معاملات اس هنا لو كان الاقواس من الدرجه الاولى، معاملات اس هنا تبقى دائما موجبه، يعني الاس تبقى مضروبه في ثابت مفيش مشكله عندي، بس لازم يبقى هنا موجبه وتبقى هنا موجبه. اذا كانت احد الاقواس سواء بسطه او مقام مضروبه الاس في اشاره سلبه، يبقى ده هيتعامل معامله البوزيتيف، بشرط الفيدباك عندي يبقى نيجاتيف هنا، هيبقى بوزيتيف وهنشوفه في فيديوهات قادمه. يبقى انا بضرب الجي في اتش وبعمل تشيك، هل معاملات الاس كلها موجبه؟ هل الفيدباك عندي بالسالب؟ يبقى كده اقدر احكم على السيستم اللي قدامي نيجاتيف فيدباك، وبالتالي اخد المقام هنا، يبقى اطبق الترانسفير فانكشن دي او الاختصار ده او المعادله دي. المقام ده لو سويته بزيرو هيديني الروتس بتاع المقام، الروتس يطلق عليها او المعادله بتاعت المقام دي يطلق عليها الكاركترستيك ايكويشن، ان انا باخد المقام بيساوي زيرو، وبالتالي اقدر احصل على البولز او الروتس بتاعت المعادله دي، لان البولز او الروتس هي بتحكم السيستم عندي هو ستيبل ولا ان ستيبل. يبقى ستيب واحد لازم احصل على الجي اتش، لازم اضرب الجي في الاتش، والخطوات اللي بقولها دي هنا في الامثله دي او خلال الفيديو ده لازم يبقى نيجاتيف فيدباك. بحصل على البولز والزيروز بتاعت الجي اتش، يبقى اول حاجه لازم اضرب الجي في الاتش عندي، دي المعادله اللي عندي هتطلع بالشكل ده، او الترانسفير فانكشن هتطلع بالشكل ده. الزيروز ان انا باخد البسطه اسوي بزيرو، مفيش حي هنا اقوس خاص باس، تمام؟ فبالتالي عدد الزيروز هنا ام بتساوي زيرو، مفيش زيروز في البسطه، وبرسمه وفي الرسم عندي بوقعه لهيئه دايره سيركل، تمام؟ بروح بعد كده للبولز، البولز لما برسمها على الرسم بحطها علامه اكس، وبجيب البولز من فين؟ من الكاركترستيك ايكويشن بتاعت المقام الخاصه بدي، ان انا باخد المقام يساوي زيرو، انا بتكلم على الاوبن لوب خلي بالك، ان انا باخد المقام بيساوي زيرو. يبقى عندي كام قوس؟ عندي قوسين، لو ضربنا اس في اس يدينا اس تربيع، اعلى باور للاس هي اس تربيع، يبقى عندي معروف ان ان بتساوي 2، او عندي 2 بولز في المقام. هاخد المقام اسويه بزيرو احصل على اس بتساوي سالب 2، ومن هنا اس بتساوي سالب 4، القيمتين دول عباره عن البولز. بعد كده بروح على الرسم، على الرسم بوقع البولز والزيروز، عندي بول عند سالب 2 احطه اكس، وعندي بول عند سالب 4 بحطه باكس، مفيش زيروز تمام، لو في زيروز بحطه على هيئه دايره، خلي بالك بيتحط على هيئه دايره. ستيب 2، ستيب 2 فيها برسم الروت لوكي، المناطق اللي بيكون فيها الروت لوكي، تمام؟ على الريال اكس. اول حاجه ببتدي ارقم الحاجات اللي موجوده على الريال اكس سواء بولز او زيروز، برقمها من ناحيه اليمين، هبدا كده من ناحيه اليمين كده وامشي في اتجاه الشمال، اول واحد يقابلني احط عليه واحد، اللي بعد كده 2، مش مهم اللي بيقابلني ده زيرو ولا بول، انا برقم عادي خالص. لو عندي كونجيجيت هنا سواء بولز او زيروز مش بتتاخد في الحسبه، اكني مش برقمها، مش بتتاخد في الحسبه، اللي بتتاخد في الحسبه على الريال اكسس بس. ببتدي قلنا الترقيم من ناحيه اليمين، اول واحد يقابلك ناحيه اليمين واحد، مش مهم ده بول ولا زيرو، يهمني ان هو واقع الريال اكس عندي، وبعد كده الثاني 2 وهكذا. خلي بالك ان عندي البول بحط اكس، ودائما بيبقى عنده الكيب زيرو، يعني البول اللي بسقطه على الرسم بيبقى رمزه اكس، او برسمه على هيئه اكس، او بحط فوق منه اكس، الكي عنده لازم تبقى بزيرو، وده بول برضه يبقى الكي بزيرو. طب لو في زيرو، في زيرو على الرسم، يبقى الكي عنده بتبقى بملا نهائي. الخطوة اللي بعد كده ببتدي اوقع الروت لوكي عندي، بوقعها ازاي؟ ببتدي ناحية اليمين، أول حاجة تقابلني سواء كان زيرو أو بول مش فارق معايا، على الريال، أنا بتكلم على الريال إكس،
ببتدي اول بول او زيرو يقابلني هنا اللي هو ترتيبه يعني رقم واحد، ببتدي ارسم الروت لوكي لغايه فين؟ لغايه ما تقابلني حاجه. طب لو ما قابلتنيش يبقى الما لا نهايه، يبقى ابتدي ارسم من اول بول او زيرو ناحيه اليمين، اول عنصر يقابلني على الريال اكس ناحيه اليمين هرسم الروت لوكي عندي لغايه فين؟ لغايه ما يقابلني العنصر اللي بعده. طب لو ما قابلنيش حاجه يبقى بترسمه الما لا نهايه، يبقى اول حاجه واحد ناحيه اليمين اهو، ابتدي ارسم على شماله لغايه ما يقابلني اللي بعده هو 2، تمام؟ اللي هو ترتيبه رقم 2 يعني. بعد كده مفيش حاجه. طب لو في بعد كده 3 يبقى 3 واسحب ناحيه الشمال هشوف اروح فين، سواء اقابل حاجه بعدها او لما لا نهايه. الخطوه 3 بحدد النمبر اوف برانشز. ايه هي النمبر اوف برانشز؟ هي المنحنيات الحقيقيه اللي برسم بيها الرسم. النمبر اوف برانشز هي المنحنيات الحقيقيه اللي بفنش بيها الرسم عندي، والبرانشز دي بتبقى تقول لي ما لا نهايه، يبقى عدد البرانشز تقول لي ما لا نهايه، او المنحنيات الحقيقيه اللي على الرسم اللي بتروح لي ما لا نهايه. بجيبها ازاي؟ عباره عن ماكسيمم ان وام، ان وام جايبينها في ستيب رقم واحد. يبقى اقول ماكسيمم الان عندي ب 2 والام ب 0، يبقى ماكسيمم 2 و 0 يطلع 2. ستيب 4، بروح لستيب 4 عشان ارسم المنحنيات الحقيقيه ما اعرفش، بيبقى الموضوع صعب. فبختار مستقيمات مساعده اسمها اسيمبتوتس للروت لوكي. ليه؟ برسم مستقيمات مساعده عشان اقرب الرسمه، بيبقى الرسم تقريبي، وبالتالي الاسيمبتوتس هي مستقيمات او لاينز، وفي الرسم دي بتحدد لي اللاينز اللي بتقول لما لا نهايه. يبقى الاسيمبتوتس هي اللاينز اللي بتقول لما لا نهايه، اما في الستيب اللي فاتت البرانشز هي المنحنيات اللي بتروح لما لا نهايه. الاسيمبتوتس فيها كذا قاعده او فيها كذا خطوه. الخطوه الاولى بجيب عددهم، عدد المستقيمات بيطلع ان ناقص ام، في مسالتنا هنا الان ب 2 والام ب 0 عوض يطلع ب 2. بعد كده بجيب الانترسكشن. انت لما بترسم المستقيمات دي بيبقى لازم في انترسكشن، تقاطع مع الريال اكس، تقاطع مع الريال اكس، خلي بالك. بحسبها من القانون ده، ان دلتا عندي هي نقطه التقاطع للمستقيمات بتساوي سميشن للبولز ناقص سميشن الزيروز على ان ناقص ام. بمعنى ان انا هروح اعمل كده يساوي، افتح قوس هنا بحط البولز كلها، البولز دي جايبها من ستيب رقم واحد. البولز عندي كانت سالب 2 وسالب 4، بين القوس احط سالب 2 وسالب 4 اجمعهم، بجمع البولز باشارتها ناقص، دي في القانون، افتح قوس الزيروز هنا يتحطوا جوه القوس باشارتها بتجمعهم، ما عنديش زيروز طبعا بزيرو، اعوض في العلاقه دي، عندي ان ناقص ام ب 2 من فوق اعوض بيها ب 2، يطلع لي القيمه دي المحصله تطلع بسالب 3. يعني نقطه تقاطع المستقيمات على الرسم عند سالب 3، خلي بالك دي دلتا، سالب 3 على الرسم دي احطها في اي حته، بمعنى اول ما القيمه تطلع بتسقطها على الرسم. بعد كده اجيب الانجل بتاعت الاسيمبتوتس. انت هترسم مستقيمات فمحتاج الزاويه اللي هرسم بيها، يبقى انا عندي النقطه عشان المستقيم ارسمه محتاج نقطه على الريال اكس ومحتاج كمان الزاويه، تمام؟ طب هو كم مستقيم هترسمه اللي بيحدد لك اللي هو مين؟ ان ناقص ام. وبالتالي ده القانون اللي هعوض فيه الخاص بالزوايا، الفا بتساوي بلس ماينس 180 2 كي زائد 1 على ان ناقص ام، والكي بتساوي 0 1 2 وهكذا. طبعا وفي ليميت هنا في نهايه انا مش باخد بيه، لاني يهمني عدد الاسيمبتوتس كام وقتها احدد الزوايا عشان ما تتلخبطش. هحدد الزوايا ازاي؟ احط الكي، خلي بالك دي كي سمول، اما الكي اللي كانت في الترانسفير فانكشن كي كابيتال، دي كي اسم كي سمول. كي سمول عندي تبدا من 0 1 2 وهكذا. هعمل ايه بعد كده؟ هبتدي اعوض، احط كي ب 0، لما احط كي ب 0 هيبقى 1 في 180 ان ناقص ام ب 2 من فوق، يبقى بلس ماينس 180 على 2، هيطلع بلس ماينس 180 على 2، وبالتالي هتطلع الفا 1 ب 90 والفا 2 بسالب 90، لان بلس ماينس هنا 180 على 2 ب 90 بلس ماينس 90، يعني الفا 1 ب 90 الفا 2 بسالب 90. طب ليه انا خدت زاويتين؟ عدد الاسيمبتوتس 2 بتاخد زاويتين. طب لو عدد الاسيمبتوتس 1 يبقى اخد اول زاويه موجبه بس وما اهمل الثانيه. طب لو عدد الاسيمبتوتس 3 او 4 او اكبر من 2 يبقى تعوض كي ب 0 هيطلع لك زاويتين موجب وسالب، اعوض كي ب 1 هيطلع لي زاويتين موجب وسالب، فبالتالي عدد الزوايا دي اللي هتطلع لازم يساوي عدد الاسيمبتوتس اللي عندي. لو عندك 2 يبقى تحصل على زاويتين، عندك اكثر من 2 لازم تحصل على عدد زوايا مكافئ ليها. خطوه 5، انا عندي هنا ايه؟ احنا من السلايد اللي فات جبنا دلتا، دلتا بسالب 3 هي نقطة رسم المستقيمات اللي هرسم منها المستقيمات. أروح على الرسم، هوقع الدلتا دي في أي مكان، مش فارقة معايا مكانها فين، بوقعها، رحت وقعتها عند سالب 3 وسميتها دلتا. من الدلتا دي هرسم مستقيمين، المستقيمين دول زاويتهم إيه؟ زاويتهم 90 وسالب 90، 90 وسالب 90. دائما الزاوية لما تكون موجبة بيتم قياسها في اتجاه عكس عقارب الساعة، لما تبقى الزاوية سالبة بيتم قياسها في اتجاه عقارب الساعة. يبقى أنا هاجي هنا عايز أقيس 90 بالموجب، يبقى في عكس عقارب الساعة، يبقى أقيس 90 كده زي ما انت شايف الاتجاه موجب، ومن النقطه دي اروح اعمل نقطه ثانيه هنا خاصه بالزاويه واوصل،
يبقى بتثبت المنقله هنا المنتصف بتاعها وتبتدي تقيس 90، تروح عامل نقطه هنا، توصل نقطه بدي بدي وترسم خط مستقيم. ده اول اسيمبتوت عندي، ده اول خط تقاربي زاويته 90. طب عايز اقيس سالب 90 من نفس النقطه دلتا، هبتدي طول ما هي سالبه يبقى بقيسها في اتجاه عقارب الساعه، في اتجاه عقارب الساعه، واعمل نقطه ثانيه واوصل النقطه دي بدي ويديني الخط عندي. وبالتالي انا رسمت اتنين اسيمبتوتس بناء على ستيب 4 اللي كانت عندنا. نروح بعد كده لستيب 5. انا عايز البريك اواي والبريك ان. البريك اواي والبريك ان بتبقى بين الزيروز والبولز عندي على الرسم. بعرف اتجاه الاسهم وهل في تصادم في بريك عندي اصلا ولا لا. بجيبها ازاي؟ عن طريق بجيب دلتا كي على دلتا اس بيساوي زيرو. دي بجيبها من الكاركترستيك ايكويشن. عندي الجي اتش، خلي بالك انا من الستيب 1 جايب الجي اتش، لازم اضرب الاثنين في بعض، بشتغل على الجي في الاتش، بتطلع بالشكل ده. المقام عندنا عباره عن ايه؟ اللي هو في الكلوزد لوب، في الكلوزد لوب اللي هي الكاركترستيك ايكويشن بتساوي 1 زائد جي في اتش، خلي بالك زائد عشان انا شغال نيجاتيف فيدباك، بتساوي 0. يبقى عوض في العلاقه دي، 1 زائد ما جي اتش عندك فوق انت حصلت عليها، يبقى عوض بتساوي 0. يبقى هتوحد مقامات، وبعد ما توحد مقامات بتاخد البسط بيساوي 0. انا عشان اوفر في الوقت باخد المقام واقول كده زائد اشاره البسط، يبقى المقام هنا زائد اشاره البسط. طب لو الاشاره هنا سالبه تبقى المقام مضروب هنا سالب في اشاره البسط، يبقى المقام عندي اهو اللي هو اس زائد 2 في اس زائد 4 فكتها تطلع بدي، زائد البسط اللي هو زائد كي بتساوي 0. امسك العلاقه دي اخلي كي في طرف واحده، يبقى وديت باقي الحدود كلها الناحيه الثانيه باشاره مخالفه. همسك دي افاضلها بالنسبه لاس، خلي بالك الخطوه دي انا عايز التفاضل بالنسبه لاس. افاضل دي بالنسبه لاس تطلع بالشكل اللي قدامك ده، التفاضل اهو، التفاضل ده لازم يساوي 0. يبقى عندي هنا هتطلع نقطه، يبقى 2 اس زائد 6 بتساوي 0، ومنها احصل على اس بسالب 3. طيب انت عندك هنا الرسمه، اروح النقطه اللي طلعت دي لو كانت ريال اعمل تشيك هل تقع الروت لوكي ولا لا. فين الروت لوكي؟ اللي هو الخط اللي انا موصله بين سالب 2 وسالب 4. هل سالب 3 بين الخط ده تقع الخط ده؟ اه سالب 3 لو لاحظت هتلاقيها تقع الخط ده اللي هو من سالب 2 لسالب 4، تلقى سالب 3 هنا. يبقى النقطه اول ما تجيب المعادله دي بتساويها بزيرو، بحصل على القيم، القيم دي ممكن احصل على ريال او كومبلكس. لو حصلت على ريال اعمل تشيك هل تقع الروت لوكي ولا لا. يبقى بعد ما احصل على النقطه دي اعملها تشيك هل تقع الروت لوكي ولا لا. لو كانت النقطه دي كومبلكس ارجع تاني اعوض في معادله الكي اللي هنا دي واعمل تشيك، لو طلعت الكي موجبه يبقى دي فعلا عندها بريك ان او بريك اواي، لو طلعت سلبه او كومبلكس الكي عندي يبقى ولا هي بريك ان ولا بريك اواي. هنشوف الكلام ده بامثله كتير خلال فيديوهات ان شاء الله. هنشوف القيمه دي يبقى وقعتها على الرسم، اه تقع على الروت لوكي اللي هو الخط المظلل اللي انت عملته قبل كده، يبقى تمام النقطه دي مقبوله، يبقى دي بريك ان او بريك اوي. تعال نفحصها كده ونشوف هل هي بريك ان ولا بريك اوي. يبقى نرجع نرسم تاني او هنروح على الرسم. يبقى النقطه عند سالب 3، سالب 3 دي مين؟ النقطه دي بيحصل عندها بريك ان او بريك اوي. طب ايه اللي هيحدد لي؟ لو هي واقعه بين اتنين بولز، اتنين بولز يبقى بيحصل عندها بريك اوي. لو وقع بين اتنين زيروز يبقى بيحصل عندها بريك ان. بريك اوي يعني بيحصل تفريعة او انفصال او خروج للاسهم منها، يعني الاسهم بتخرج من النقطة دي. يبقى عندي بين النقطتين دول اللي هما الاتنين بولز، النقطة دي طول ما هي بين اتنين بولز تبقى بريك اوي. بريك اوي يعني الاسهم تبقى طالعة منها، طالعة كده بيحصل عندها تشتيت. احنا قلنا قبل كده ان البولز عندي الكي عنده بزيرو، ما تنساش دي. يلا مع بعض كده، يبقى النقطه دي بريك اويز عشان وقع بين اتنين بولز. هنعمل ايه؟ معروف البول السهم بيبقى طالع منه، يبقى دي قاعده ثابته ان البول بيبقى طالع منه السهم. بس طالع السهم البولز ده هطلع السهم يمين ولا شمال؟ لا، السهم بيبقى طالع عندك لازم يبقى واقع على الروت لوكي، يعني تشوف خط الروت لوكي كده والسهم يطلع طالع منه. ما ينفعش المنطقه دي ما فيش روت لوكي فيها اصلا عشان ترسم سهم ناحيه اليمين، ونفس الكلام بالنسبه للبول التاني. يبقى هنا هيبقى الاسهم طالعه من البولز، الاسهم هتتحرك هنا لغايه ما توصل للنقطه دي. اول ما توصل للنقطه دي بيحصل تشتيت، بيحصل تشتيت عندي ان هو بيحصل تصادم وكل بول بياخد مسار معين. اتمنى تكون الفكره واضحه. يبقى تاني برسم الاسهم من البولز وببتدي بعد كده تلقى الاسهم بتتحرك. في الحقيقه تحريك الاسهم ده اللي بيخلي الاسهم دي او اماكن البولز تتحرك تغيير الكي، مش الكي هنا بزيرو، اه البول ده جه هنا، يبقى الكي بيتوب واحد باثنين بثلاثه باربعه وهكذا. ونفس النظام خلي بالك الاثنين بول بيتحركوا في نفس التوقيت، يعني هنا الكي بواحد ده اتنقل من هنا لهنا،
الكيب واحد يبقى ده اتنقل من هنا لهنا، الاتنين بيتحركوا في نفس التوقيت زي ما انت شايف الانيميشن كده لغايه ما يحصل تصادم، تصادم ده عند كي معينه. تمام. الخطوه رقم 6 ودي بجيب فيها الديباشر او الارايفال انجل عندي، ودي خاصه بالكومبلكس بولز او الكومبلكس زيروز، ودي مش موجود على الرسم. على الرسم عندنا ما فيش كومبلكس بولز ولا كومبلكس زيرو، يبقى الخطوه دي مش موجوده. نروح لستيب 7. ستيب 7 بجيب تقاطع المنحنيات بتاعتي مع الجي اوميجا اكسس، تقاطع المنحنيات مع الجي اوميجا اكسس. بروح للكاركترستيك ايكويشن تاني اللي انا جبتها في ستيب 5. المعادله اللي انا جبتها في ستيب 5 هي دي، دي المعادله النهائيه. اجيب نقطه التقاطع ازاي؟ باستخدام الراوس تيبل. باخد هنا ابدا ده اس تربيع، يبقى هنا احط كده اس تربيع اس اس 1 اس اس 0. اس اس 0 يعني معناها الحد المطلق. وببتدي ارتب عندي اس تربيع معاملها 1، بحط هنا 1، اسيب العنصر اللي بعده واخد اللي بعده، يبقى اللي بعد اس تربيع بسيبه واخد العنصر اللي بعده اللي هو 8 زائد كي واحطه هنا. عشان كده لازم الكاركترستيك ايكويشن تبقى مترتبه تنازلي، يعني لازم اشوف اس تربيع اس الحد المطلق. طب لو ما فيش اس، لا لازم تحطها وتحط قدامها 0، لازم تحطها وتحط قدامها 0. بعد كده هيبقى هنا اس، اس دي معاملها ايه؟ 6. بسيب المعامل اللي بعده ده كله حد مطلق، المعامل اللي بعده ما فيش، يبقى يتحط هنا 0. بعمل ايه؟ الصف الاخير ده اجيبه ازاي؟ بضرب او بفك محدده بالمقلوب، يعني دي عباره عن محدده بفكها بالمقلوب، اقول كده 6 في الحد المطلق، هضرب كده ناقص ده في ده، وبعد كده الناتج اكتب كده ورايا الناتج هتقسمه على 6، بعد ما اقسمه على 6 الناتج يطلع عندي بالشكل ده، ده الناتج النهائي. او مباشرة طول ما انت بتفك محددة العمود الثاني لو العنصر الاخير في 0 هتاخد العنصر الاولاني بتاع العمود الثاني بينزل مباشرة هنا، يبقى كده عندي فكيت او عملت الراو ستيبل. عشان السيستم يبقى ستيبل لازم العمود الاول كله يبقى بالموجب، الواحد موجب تمام، الستة موجبة، يبقى لازم ده يبقى موجب. عشان يبقى السيستم عندي ستيبل لازم تبقى 8 زائد كي اكبر من الزيرو، يبقى لازم الحد ده يبقى موجب. وعشان يبقى موجب اودي الكي الناحيه الثانيه، او اودي ال 8 الناحيه الثانيه، تبقى الكي عندي اكبر من سالب 8، ومفيش كي بالسالب، ومفيش كي بالسالب، يبقى الكي الرينج بتاعها بيبدا من زيرو لما لا نهايه. اما مفيش عندي كي بالسالب يبقى اقول له لازم الكي تبقى اكبر من الزيرو. يبقى عندي طول ما الكي طالعه بسالب عندي يبقى مفيش تقاطع مع الجي اوميجا اكسس، يبقى مفيش تقاطع مع الجي اوميجا اكسس عندي. تمام. او في طريقه تانية في ستيب 7 لو عايز انت الانترسكشن مع الجي اوميجا، الكاركترستيك ايكويشن تاني اللي جبناها في ستيب 5 نستدعاه تاني، اشيل كل اس اعوض بجي اوميجا، اشيل كل اس اعوض بجي اوميجا، هشيل اس تبقى جي اوميجا تربيع وهكذا. خلي بالك الجي تربيع بسالب 1، هيبقى عندي الاوميجا تربيع تبقى باوميجا تربيع، يبقى محصله دي تبقى سالب اوميجا تربيع تطلع قيمه ريال. هجمع الريال مع الريال الماجنري مع الماجنري عندي، الماجنري بيبقى في جي، هساوي الماجنري بزيرو وهساوي الريال بزيرو، يبقى الماجنري عندي اللي هو مين؟ اشطب جي يبقى ماجنري، يبقى 6 اوميجا هي دي الماجنري بتساوي زيرو، ومنها بحصل على اوميجا بزيرو. الريال هنا كل ده ريال لان ما فيهوش جي، اي حاجه ما فيهاش جي تبقى ريال، يبقى 8 زائد كي ناقص اوميجا تربيع دي الريال بتساوي زيرو. انا جايب اوميجا من فوق عوض اوميجا بزيرو تطلع 8 زائد كي بتساوي زيرو، ومن هنا احصل على الكي بسالب 8. وطبعا الكي بسالب 8 ده الانترسكشن مع الجي اوميجا اكسس، وما ينفعش الكي اصلا تبقى بالسالب، وبالتالي هقول كده مفيش انترسكشن مع الجي اوميجا اكسس، وبالتالي ان عشان السيستم يبقى ستيبل الكي لازم تبقى اكبر من الزيرو. نروح تاني، احنا رسمنا هنا الاسيمبتوتس عند سالب 3، خلي بالك من النقطه دي، وللصدفه البحته ان سالب 3 برضو عندها بريك اوي، يبقى من السالب 3 رسمت الاسيمبتوتس، ومن للصدفه البحته ان سالب 3 عندها بريك اوي، يبقى لما اجي ارسم ازاي؟ يبقى البول ده سهم منه وده سهم منه، الاثنين هيطلعوا كده لغايه ما يوصلوا للنقطه دي. اول ما يحصل كده تقاطع، واحد يمشي على الاسيمبتوت ده والتاني يمشي على الاسيمبتوت اللي هنا. تمام. يبقى تاني، يبقى الاسهم من البولز طالعه على الرسم زي ما انت شايف اهو، وتبقى في اتجاه لازم تقع الروت لوك، الاثنين هيتمشوا لغايه ما يحصل تصادم عند النقطه دي، واحد يطلع لفوق واحد ينزل لتحت. معروف هنا عند ما لا نهايه، يعني الكي هنا هتروح لما لا نهايه، يبقى الكي هنا بتروح لما لا نهايه، يبقى البولز اللي موجود على الرسم الكي عنده بزيرو، البولز ده هيبتدي يتحرك لغايه ينزل لتحت ويكمل لغايه كي ما لا نهايه. عند الكي ما لا نهايه تلقى المستقيم ده وصل لما لا نهايه. تمام. يبقى تاني اهو، تلقى الاسهم الاثنين بيتحركوا في نفس التوقيت، وعندي تبقى الكي وصلت لما لا نهايه.
وزي ما احنا شايفين مفيش تقاطع مع الجي اوميجا اكسس. عندي كام برانش؟ استدعى ستيب 3. ستيب 3 حسبنا فيها البرانشز. ايه هي البرانشز؟ هي المنحنيات اللي بتروح لما لا نهايه. هنا عندي بول، ده البول ده هيتحرك كده ويمشي لفوق يبقى راح لما لا نهايه، يبقى ده برانش. والبول ده هيتحرك كده ويروح لما لا نهايه، يبقى ده البرانش الثاني. يبقى عندي فعلا ترين اتنين برانش ده من ستيب 3. لو انا عايز انفذ او اعمل تشيك على الحل بتاعي بالماتلاب، اول حاجه بكتب الجي اتش عندي، لازم اكتب الجي اتش، اضرب الجي في الاتش الاول، وهستخدم الجي اتش في الماتلاب وليست الجي فقط ولا الاتش فقط، لازم تضرب الاثنين في بعض. هروح اعمل ايه؟ مهما كانت الترانسفير فانكشن اللي هنا اللي اسمها جي اتش معقده، في طريقه سهله ولذيذه، ان انا بقول ان اس بتساوي ترانسفير فانكشن بين سنجل كوت اس، يعني هقول له ان انا هكتب المعادله بتاعت الترانسفير فانكشن زي ما هي، بس اس اللي هتشوفها في الترانسفير فانكشن هي عباره عن ترانسفير فانكشن بتاعت اس. يبقى الجي اوف اس او جي اتش، جي اتش خلي بالك انا بضرب الجي اتش، هتبقى ايه؟ اكتب الترانسفير فانكشن زي ما هي، ما انت الجي في الاتش تطلع نفس دي، يبقى واحد على القوسين، يبقى واحد على افتح قوس كبير عشان انت في المقام، ده كله في المقام، يبقى قوس كبير اضرب جواها القوس الاول في القوس الثاني. دي اسهل طريقه، اسهل طريقه عشان ارسم او اكتب بيها الترانسفير فانكشن. بي زي ماب جي اتش عندي ده بيرسم لك البولز والزيروز على الرسمه، بس بيوضح لك البولز والزيروز على الرسم فين، تمام؟ ده لو انت عايز تعمل تشيك على شغلك، بي زي ماب بيرسم لك البولز والزيروز، دي ممكن استخدمها عشان استخدم او اعمل تشيك عندي على حل في ستيب 2 و3 قبل ما اكمل حل اعمل تشيك. اما ار لوكس جي اتش ده بيعمل ايه؟ بيرسم لي الار لوكس عندي، بص كده ادي عندي سالب 2 اهي، وادي سالب 4، تلقى مستقيم كده ماشي كده ورايح لما لا نهايه، والثاني اهو ورايح لما لا نهايه. الحل الرياضي بتاعنا هو طلع نفس الحل الماتلاب. يبقى ار لوكس الترانسفير فانكشن اسمها جي اتش، خلي بالك الجي اتش. في طريقه ثانيه ان انت بدل ما تستخدم الطريقه دي، اعرف الترانسفير فانكشن اللي اسمها جي اتش بسط ومقام. خلي بالك هنا البسط بيبقى بواحد ما يتحطش بكي، لان اصلا هدف المساله ان الكي بتتغير من زيرو لما لا نهايه وابتدي هو يرسم، فبالتالي البسط هو عباره عن ايه؟ واحد. فنومريتور بين قوسين كده كمصفوفه اكتب واحد. المقام همسك المقام ده افكه، افك يبقى داله تربيعيه، معامل اس تربيعي يبقى بواحد، معامل اس يبقى بسته، لحد المطلق يبقى 8، وبكتبه في ماتريسيس كده واقول ده المقام. يبقى البسط والمقام بيعملوا لي ترانسفير فانكشن. يبقى الترانسفير فانكشن افتح قوس البسط كوما المقام، ده اسمها جي اتش عندي، جي اتش. وبالتالي لو عايز بول زيرو ماب اقول له بي زي ماب جي اتش، او في امر تاني انت مش الجي اتش جايبها من ترانسفير فانكشن البسط والمقام، لا مباشره لو عندك البسط والمقام اقول له بي زي ماب البسط المقام، يطلع لك البول زيرو ماب على الرسم. لو انا عايز الار لوكس، ار لوكس الجي اتش اللي هي الترانسفير فانكشن الاصليه، او ممكن استخدم النوميريتور الدي نوميريتور البسط والمقام على طول واعمل له الروت لوك، صح؟ يبقى استخدم الامر ده وده، الامر ده وده، تمام؟ طيب في طريقه ثالثه، احنا قلنا في الشرح اللي فات ان لازم تفك دي، بتضرب الاثنين في بعض وتحط فكها كبلومنيال في المقام، وابتدي احط الحدود بتاعتي في الماتريسيز. لا، ده ممكن اخد البسط هنا يبقى بواحد، المقام ممكن ما افكهوش. في داله على الماتلاب بتضرب الاقواس في بعض، بس الداله دي اخرها تضرب قوسين في بعض. طب لو عندي اكتر من ثلاثه او اكتر من اربعه جزاهم، اضرب اثنين والناتج اخده اضربه في الثالث، والناتج اخده اضربه في الرابع، وهكذا. يبقى اضرب القوسين في بعض، الداله دي اسمها كونف، بتعمل مالتيبليكيشن لاثنين بولينوميال كسيرات حدود، مش مهم ان كانوا من الدرجه الاولى او الثانيه او ايا كان الدرجه بتاعتهم، وابتدي افتح قوس. اللي جوه هنا ببتدي اكتب عندي ده من الدرجه الاولى، معامل اس واحد والحد المطلق اثنين، اكتب واحد اثنين كوما ماتريس، برضو ماتريكس عندي، اروح اعمل ايه؟ الحد الثاني القوس الثاني معامل اس بواحد والحد المطلق اربعه، بيضرب الاثنين في بعض دي مباشره. طب انا مش هحط سيمي كولوم هنا عشان اتاكد من حل، هل هو اللي انا ضربته في المثال اللي فات او في السلايد اللي فات هو نفس الضرب اللي طلع على الماتلاب ولا لا. المهم الجي اتش بتساوي ترانسفير فانكشن عندي البسط والمقام مباشره، وبالتالي بعد كده ممكن اقول بي زي ماب جي اتش مباشره، او بي زي ماب البسط والمقام، او ممكن اقول ار لو ار لوكس عندي جي اتش، او ار لوكس البسط والمقام نوميريتور والدي نوميريتور. وبالتالي عندي يا اما استخدم الامر ده او ده، ده او ده، تمام؟ انا بوضح لك بس ان في اكتر من طريقه للحل. نروح لمثال اثنين، مثال اثنين برضه شغالين على نيجاتيف فيدباك. اعمل تشيك، هضرب الجي في الاتش، لما اضرب الجي في الاتش عندي هتطلع بالشكل ده اللي هو كي على اس، اس زائد واحد، اس زائد اثنين، كل معاملات اس موجبه، موجبه، والفيدباك بالسالب، يبقى شغال على نيجاتيف فيدباك. يبقى بالتالي
الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي هتبقى المقام 1 زائد جي اتش بتساوي 0. نروح لستيب 1، ستيب 1 بيضرب الجي في الاتش واجيب الزيروز والبولز بتاعتهم. ادي الجي اتش عندي بعد الضرب طلعت بالشكل ده، يبقى اروح للبسط، يبقى الزيروز بحطها لها ايه الدايره على الرسم. هل في اقواس خاصه باس في البسط؟ لا، يبقى الام بزيرو. نروح للمقام، عندي كام قوس؟ قسم الدرجه الاولى يبقى عندي 3 بولز، والبولز بتترسم على الرسم اكس، يبقى الان ب 3. اخد المقام بيساوي 0، يعني عندي اس بتساوي 0، اس بتساوي سالب 1، الاس بتساوي سالب 2، وبالتالي عندي 3 بولز. اوقع الكلام ده فين على الرسم؟ يبقى عندي 0 سالب 1 سالب 2، احط 3 اكس عشان انا بتكلم على بولز. طب لو في زيروز احطه واحط عليه دايره، وبالتالي انا وقعت الكلام ده على الرسم. ستيب 2 اجيب الروت لوكي، الروت لوكي ادي الرسم عندنا. قلنا بنعمل ايه؟ بنرتب او بنعد الجذور والبولز او الزيروز اللي موجوده على الريال اكس فقط، على الريال اكس فقط. هنا ده اول واحد، يبقى احط هنا واحد، ده الثاني يبقى 2، ده الثالث يبقى 3. زي ما قلنا ان انا هبتدي ناحيه اليمين، اول حاجه تقابلني سواء زيرو او بول على شماله يبقى فيه روت لوكي، على شماله يبقى من هنا هسحب لغايه فين؟ لغايه ما اقف في البول الثاني او اقف عند النقطه الثانيه. طب المنطقه اللي بعدها مفيش، هيقابلني ده، هيقابلني ده، يبقى اسحب خط كده روت لوكي لغايه فين؟ مفيش حاجه تقابلني عشان توقفني، لا المال نهايه. يبقى اروح ارسم كده، اقول هنا ده لهنا اهو زي ما انت شايف، يبقى على شمال الواحد رحت راسم لغايه ما قابلني اللي بعده سواء بول او زيرو. المنطقه اللي بعدها مفيش، هيقابلني 3 3 ابتدي ارسم للشمال لغايه ما يقابلني بول او زيرو، لو ما قابلنيش يبقى المالا نهايه. هنا ده بول يبقى الكيب زيرو، البول كيب زيرو، بول كيب زيرو. وبالتالي خطوه 3 عايز النمبر اوف برانشز، يبقى هي ماكسيمم ان وام، لان ب 3 والام ب 0 يطلع 3، 3 برانشز يعني 3 منحنيات اصليين. هروح لستيب 4 بحدد الاسيمبتوتس، الخطوط التقاربيه اللي هرسم بيها اللي هي اللاينز تقول لما لا نهايه. هقول النمبر اوف اسيمبتوتس ان ناقص ام، الان ب 3 والام ب 0 يطلع 3، عددهم 3 مستقيمات. الزوايا اول حاجه نجيب الانترسكشن، الانترسكشن عندي ان انا بجمع البولز مع ناقص الزيروز، بجمع البولز ناقص مجموع الزيروز على ان ناقص ام. هنا عندي الثلاثة بولز اهو، 0 سالب 1 سالب 2، افتح قوس كده واحط 0 سالب 1 سالب 2، انا بجمعهم كل واحد باشارته، ناقص افتح قوس الزيروز عندك ما فيش زيروز بزيرو، ان ناقص ام بثلاثة من فوق يطلع لي سالب 1. سالب 1 دي نقطة تقاطع المستقيمات على الرسم اللي هرسم منها اللي هي اسيمبتوتس عندي، دي نقطة التقاطع، دي مهمة قوي هحتفظ بيها عشان هرسم بيها في السلايد اللي جاي. بعد كده انا محتاج المستقيمات عشان ارسمها، محتاج زوايا، الزوايا نفس القانون مفيش اختلاف. هبتدي الكيب زيرو، هبتدي الكيب زيرو يبقى بلس ماينس 180، الكيب زيرو بقى القوس ده فيه واحد على ان ناقص ام، ان ناقص ام ب 3 يبقى بلس ماينس 180 على ال 3 يديني الفا 1 تبقى 180 على 3 ب 60، سالب 180 على 3 بسالب 60، سوري هنا في سالب، دي سالب 60. وبعد كده انت حصلت على كام زاويه؟ زاويتين عند الكيب زيرو، بس هو كام اسيمبتوت؟ 3، يبقى محتاج 3 زوايا، يبقى في زاويه ناقصه. الزاويه الناقصه ان انا استخدم الكيل بعدها، الكيل بعدها بتساوي 1، الكيل 1 يبقى عندك 2 زائد 1 يديك 3، والمقام 3 طار مع ده يطلع لك بلس ماينس 180، يبقى هتبقى الفا بلس ماينس 180. طب انت محتاج كام زاويه؟ انت حصلت على زاويتين فوق و3 اسيمبتوتس، يبقى محتاج 3 زوايا، حصلت على 2 يفضل زاويه واحده، زاويه واحده يبقى اخد الموجب 180 فقط. هبتدي ارسم، فاكرين الدلتا كانت بكام؟ بسالب 1، احطها على الرسم في اي مكان، فين السالب 1 اهي؟ هاجي منها هرسم موجب 60 وسالب 60، ومنها هرسم 180، هرسم الثلاث مستقيمات، يبقى هرسم في الاتجاه عكس عقارب الساعه زاويه 60 وارسم الخط. الرسم هنا تقريبي عندي، انا يهمني ان انت تشوف، لكن انا مش راسم بقيم صحيحه، يعني انا هنا مش اي 60 بالظبط بالمنقله، ده انيميشن مش اكتر. وهبتدي ارسم المستقيم الثاني بسالب 60 يعني في اتجاه عقارب الساعه، خلي بالك من النقطه دي، بقى عندي اثنين اسيمبتوتس، اثنين مستقيمات. فضل المستقيم الثالث من النقطه دي ارسم 180، هنا ما ارسمش الخط، ليه؟ لو انت رسمت الخط ال 180 هتلقى في تداخل مع الروت لوكي هنا، هتلخبط فين منطقه الروت لوكي عندي مش هعرف. فلا ده مباشره اقول كده خط كده بقول ان في زاويه 180 هنا، يعني في مستقيم زاويته 180 وما ارسمهوش عشان ما اتلخبطش. اعمل ايه بعد كده؟ ستيب رقم 5، هجيب البريك اوي والبريك ان، هجيب دلتا كي على دلتا اس، هستدعى الجي في الاتش، هستدعى الجي في الاتش اللي هو تطلع دي، هروح اقول 1 زائد جي اتش بيساوي 0، ده المقام بتاع الكلوزد لوب بولز او كلوزد لوب ترانسفير فانكشن. وبالتالي
هقول 1 زائد الدي في الاتش اهي، هقول ايه؟ هوحد مقامات مباشرة، قلنا المقام زائد عشان الإشارة زائد هنا في كي، يبقى المقام زائد كي، يبقى ادي المقام زائد كي بيساوي 0. هاخد الكي في طرف، يبقى اودي الباقي كله بالسالب الناحية التانية، راح بالسالب اهو. هروح اجيب دلتا كي على دلتا اس، امسك المعادلة دي افاضلها، لما تفاضلها تطلع بالشكل ده بتساوي 0. هنا دي معادلة تربيع، احللها، بعد ما احللها هحصل على قيمتين زي ما انت شايف، بسالب 4 من 10 وسالب 1 ونص تقريبا. القيمتين ريال، هروح للريال اكسس عندي واعمل تشيك. السالب 4 من 10 فين؟ اه تقريبا هنا. طب هل في منطقة روت لوكي هنا؟ اه في خط مرسوم روت لوكي اهو، يبقى النقطة دي مقبولة، يبقى السالب 4 من 10 مقبول. هروح للسالب 1 ونص، سالب 1 ونص فين؟ هنا تقريبا. طب هل اصلا في روت لوكي هنا؟ لا، يبقى النقطة دي تترفض، يبقى النقطة الأولى هتتقبل عشان في أو واقع على الروت لوكي، النقطة التانية لا تقع على الروت لوكي فعشان كده هتترفض. خلي بالك بشتغل على الريال اكس. هنبتدي نرسم عندنا. أنا حصلت على النقطة سالب كام؟ سالب 4 من 10، فين سالب 4 من 10؟ تقريبا هنا. أو سالب 42 من 100 اللي هي النقطة دي. النقطة دي هيحصل عندها بريك إن ولا بريك أوي؟ أه ده واقع بين بول وبول، يبقى يحصل عندها بريك أوي، وقلنا إن كل بول عنده الكيب 0. هيبتدي هنا زي ما قلنا أهو بريك أوي بوينت، كل بول هرسم سهم طالع منه، بس اتجاه السهم ازاي؟ لازم يبقى واقع على الروت لوكي، يبقى ده طالع منه سهم وده طالع منه سهم وده طالع منه سهم من ناحيه الشمال كده. ركز معايا كده، الاثنين هيتحركوا لغايه ما تصدموا، اول ما تصدموا هنا هيبتدي واحد يتفرع لفوق واحد يتفرع لتحت. طب التفريعه بتاعته مش المفروض يبقى في خط تقاربي يمشي عليه؟ اه فين الخط التقاربي ده؟ فين الخط التقاربي؟ راسمينه في السلايدات اللي فاتت. هنجمع الرسمه دلوقتي، نروح لستيب 6. ستيب 6 فين؟ ان انا بجيب الانجل بتاعت الديبارشر والارايفل، دي خاصه بالكومبلكس بول والكومبلكس زيرو، ما عنديش اصلا هنا في المساله دي فبالتالي مش هجيب. الستيب 7، ستيب 7 بجيب نقطه التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، بروح للكاركترستيك برضو اللي انا استدعيتها من الستيب 5 اهي، هروح اعمل راوس تيبل، هبدا باس تكعيب تبقى اس تربيع اس 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 0، معامل اس تربيع يبقى بواحد، بعد كده بسيب اللي بعده واحط 2 هنا، تمام؟ اسيب اللي بعده واخد اللي بعده، مفيش حاجه تاني خلاص. بروح اس تربيع معاملها يبقى 3، اسيب اللي بعدها واخد الحد المطلق كي، في حاجه تاني؟ لا. هبتدي افك المحدده، يبقى هقول 3 في 2 ب 6 ناقص كي ناقص 1 في كي يبقى ناقص كي على 3 على 3 على العنصر اللي هنا، تطلع بالشكل اللي انت شايفه ده، يبقى 6 ناقص كي على 3، وهنا هيبقى عندي هنا ايه؟ هيبقى في 0. خلي بالك في الحته دي مفيش حاجه. هبتدي اجيب الصف اللي تحت، الصف اللي تحت باخد المحدده اللي فوق منه على طول. المحددة اللي فوق منه عبارة عن ايه؟ هيبقى العنصر ده في كي ناقص 3 في 0 على العنصر ده، تطلع كي في الآخر. وقلنا طول ما المحددة آخر كولوم فيها بيبقى آخر عنصر في الكولوم ده 0، يبقى آخد العنصر اللي فوق منه مباشرة يطلع هنا كي، وممكن تعمل لها تشيك بحلك الرياضي. يبقى السيستم عشان يبقى ستيبل يبقى كل العمود الأول يبقى موجب، أدي موجب موجب تمام، يبقى لازم الحد ده يبقى موجب والحد ده يبقى موجب. يبقى 6 ناقص كي على 3 تبقى أكبر من 0، هتضرب في 3 كده طارت، يبقى 6 ناقص كي اكبر من 0 تطلع الكي اقل من 6، ولازم الكي هنا تبقى اكبر من 0. هجمع الشرطين مع بعض يبقى الكي اكبر من 0 اقل من 6، ده شرط الاستابيليتي، وبالتالي 6 كي اقل من 6 السيستم ستيبل، كي بتساوي 6 السيستم كريتيكال لان هقعد جي اوميجا اكسس، كي اكبر من 6 السيستم انستيبل، يبقى الرينج بتاع الاستابيليتي من 0 ل 6 كي بتساوي 6 السيستم كريتيكال عندي بيعمل اوسيليشن، كي اكبر من 6 السيستم انستيبل. يبقى انا عايز التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، الجي اوميجا اكسس يبقى السيستم يبقى كريتيكال، لما في تقاطع مع الجي اوميجا اكسس يبقى وقتها هروح لمعادله الاس تربيع، معادله الاس تربيع هقول 3 في اس تربيع زائد ده يبقى حد مطلق، يبقى المعادله 3 اس تربيع زائد كي بيساويها بالزيرو. ليه انا قلت 3 اس تربيع زائد حد مطلق؟ لان انا باخد معامل اس تربيع اهو، بسيب معامل اس يبقى اكنه مش موجود، بهمله بحطه بزيرو، زائد ده يبقى الحد المطلق. الكي عندي بكام فوق؟ ب 6 لان دي اللي بيحصل عندها كريتيكال ان هي تساوي القيمه 6، اعوض الكي ب 6، افك المحدده دي او افك القوس ده او احلله، بعد تحليله يطلع القيم عندي موجب وسالب جي جذر 2، لو لاحظت الاهم ما فيهاش ريال، ما فيهاش ريال، بتبقى كلها ايماجينال عندي، موجب وسالب جي مضروبه في حاجه، فبالتالي هتلقى تقع الجي اوميجا اكسس فعلا، وبالتالي ممكن في طريقه ثانيه للحل ان انا بستخدم الجي اوميجا، بشيل اس واعوض بجي اوميجا، بشيل كل اس اعوض بجي اوميجا، اخلص المعادله دي هيطلع لي عندي الكومبلكس انا جمعته تطلع بالشكل ده والباقي ده الريال. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ هاخد جزء الماجنري بيساوي 0، هنا اخد الاوميجا عامل مشترك، يبقى
الاوميجا عامل مشترك هيفضل عندي وبسويها بزيرو يبقى الاوميجا بزيرو، هيفضل هنا 2 ناقص اوميجا تربيع بتساوي زيرو، يبقى وقتها الاوميجا بلس وماينس جذر 2، يبقى في قيمتين للاوميجا، قيمه بزيرو والقيمه الثانيه موجب وسالب جذر 2. تمام، هروح للريال، الريال ده بيساوي زيرو. عندي هنا المعادله دي فيها كي مجهوله والاوميجا مجهوله، طب انت مش جايب اوميجا بزيرو، هحط اوميجا بزيرو هنا تطلع الكي بكام؟ بزيرو. يبقى اودي ال 3 اوميجا تربيع الناحيه الثانيه تطلع كي ب 3 اوميجا تربيع، اعوض هنا الاوميجا بزيرو تطلع الكي بزيرو، فعلا عند الاوميجا بزيرو الكي بزيرو، هنشوفها على الرسم دلوقتي. اعوض الاوميجا بموجب او سالب جذر 2، لما تربع هتطلع 2، 3 في 2 تطلع ب 6، يبقى الكي ب 6، يبقى الاوميجا جذر 2 موجب وسالب، وقتها الكي طلعت ب 6. يبقى انا هروح كده اقول له التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، عند الاوميجا عندي موجب وسالب جذر 2، والكي وقتها كانت ب 6، وكمان الرينج بتاع الاستابيليتي من 0 ل 6، يعني من 0 ل 6 ستيبل، غير كده السيستم انستيبل. مش انا لسه قايل لك ان في تقاطع عند الجي اوميجا اكسس كان الاوميجا ب 0؟ اه الاوميجا ب 0 هنا اهي، مش ده عنده بول والبول عنده الكي ب 0، يبقى الكي ب 0 عند هنا اللي هو البول ده، والبول ده عنده الاوميجا ب 0، ده اول تقاطع. فضل اتنين تانيين اللي هو اوميجا بتساوي جذر 2 واوميجا بتساوي سالب جذر 2، هنشوفها دلوقتي. يبقى انا دي المستقيمات عندي اللي هي الاسيمبتوتس الثلاثه 60 وسالب 60 و180، هبتدي احط نقطه البريك اوي اللي انا جبتها، النقطه دي بيحصل عندها بريك اوي، يبقى احط الاسهم الثلاثه زي ما انت شايف، هبتدي الاسهم عندي تتحرك في نفس التوقيت، خلي بالك حصل تقاطع، ده يطلع لفوق وده ينزل لتحت، يبقى في تماثل، لازم الرسمه يبقى فيها تماثل. تاني يبقى عندي البول ده السهم طالع منه، والبول ده السهم طالع منه، والبول ده السهم طالع منه، هنا هيطلع تقاطع، خلي بالك ده بيكمل اللي مالنا اهو، في التقاطع ده واحد بيطلع لفوق والتاني ينزل لتحت، نقطة التقاطع دي كام؟ جي اوميجا، جي اوميجا، الاوميجا بجذر 2، ده هنا الجي اوميجا اكسس بس في الاتجاه السالب، هنا تبقى سالب جي اوميجا، سالب جي اوميجا، تمام؟ الكي عندها بكام؟ الكي ب 6، يبقى عند النقطة دي اللي هي التقاطع مع جي اوميجا، الاوميجا عندي بجذر 2، الكي ب 6، وهنا نفس النظام، الكي ب 6 موجبة، لكن الاوميجا هي اللي بسالب جذر 2. طب أنا رسمت كده لفوق ليه؟ ليه خدت الاتجاه كده؟ ليه ما خدتش الاتجاه شمال؟ أه لو خدت الاتجاه شمال يبقى كده أنت قطعت الخط ده وعديته. لا ده المنحنى بيقول لك بيبقى منحنى الأسيمبتوتس، ده خط مستقيم تقاربي، يعني المنحنى بيمشي كده بيبقى مقارب للمستقيم ده في الشكل. تمام؟ لكن لو انت خدته كده ما بقاش مقارب لي، فبالتالي هنا هيبقى الكي بزيرو اهي لغايه ده كله السيستم ستيبل لانه بيقع في نهايه الشمال، اول ما يجي للنقطه دي معناها الكي بي 8 ب 6، يبقى السيستم بي اي كريتيكال، هيعدي الحته دي يبقى السيستم ان ستيبل، يبقى في الجزء ده والجزء اللي تحت السيستم ان ستيبل، معناها ان الكي اكبر من 6. دي كانت الرسمه عندنا، وخلي بالك هنا الكي بادئه من زيرو، البول هنا هيتحرك ويمشي كده لغايه ما يوصل لما لا نهايه، فعند ما لا نهايه هتبقى الكي بما لا نهايه. نفس النظام هنا الكيب ما لا نهايه تحت، طب هنا الكيب ما لا نهايه فين؟ اقصى الشمال عند ما لا نهايه، خلي بالك من الحته دي. تعال نعد المنحنيات عندنا على الرسم، ادي منحنى وادي منحنى، خلي بالك ده يعتبر منحنى، ده اهو الكي من زيرو لما لا نهايه بقي منحنى، الكي من زيرو لما لا نهايه منحنى، وادي المنحنى الثاني يمشي كده وينزل لتحت، ده المنحنى الثالث، يبقى استدعى ستيب 3 قال النمبر اوف برانشز بيساوي 3، يبقى كده انا رسمي صح. تعالى نشوف اكزامبل 2 ويز ماتلاب، اول حاجه هضرب الجي في الاتش تطلع بالشكل ده، دي الرسمه بالماتلاب طبعا زي ما انتم شايفين تقريبا زي ما احنا طلعناها بالظبط. نعمل ايه؟ قلنا اس تي اف بين قوسين سنجل كوت اس، اقول جي اتش احط ترانسفير فانكشن بشكلها اشيل الكي بس تطلع زي ما هي، بي زي ماب جي اتش، وعندنا الار لوكس جي اتش، او ممكن استخدم البسط، البسط عندي حد مطلق بس اللي هو واحد، اكتب واحد، اما المقام اروح فكه، لما فكه يبقى معادله تكعيبيه، 1 اس تكعيب 3 اس تربيع 2 اس، مش هطلع عند حد مطلق، لازم تحطه، لازم اي حد مش موجود تحط مكانه زيرو، وبالتالي او ممكن الطريقه الثانيه ان انت بدل ما تفك بايدك تخلي الملتلاب بيفكها، هنا عندك كام قوس؟ عندي 3، قلنا ده للكونف اللي هي بتعمل مالتيبليكيشن ما تضربش 3 اخرها تضرب 2، يبقى قلنا ايه؟ يبقى اقول لها كونف، كونف هنا افتح قوس، اخد البولينوميال ده، البولينوميال ده اللي هو اس زائد 1 تبقى 1 1 كوما ماتريكس، البولينوميال الثاني يبقى معامل اس ب 1 والحد المطلق ب 2، ده كله هيطلع ناتج، الناتج ده اروح امسكه اضربه في مين؟ في القوس الاولاني، يبقى الناتج ده هضربه في القوس الاولاني، يبقى الناتج استخدم برضو كونف افتح قوس كبير اقول له ان البولينوميال الاول اسمه اس، بس اسم اس لازم تحط جنبها الحد المطلق، يبقى اس زائد 0، يبقى معامل اس ب 1 والحد المطلق 0 كوما، وده الناتج بتاع ضرب القوسين الباقيين اللي هما كده. طب لو 4 هسيبك تعملها في البيت،
ممكن الاوامر دي تاخدها في الماتلاب، اعمل تشيك، خد امر واطبعه وحطه في الماتلاب واعمل تشيك ورا. ترانسفير فانكشن اكتبها كده، النوميريتور دي النوميريتور، البسط والمقام، البي زي ماب جي اتش مباشره جايه من ترانسفير فانكشن، او البسط والمقام الار لوكس جي اتش، او ممكن استخدم البسط والمقام. وبكده فيديو النهارده انتهى، انتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله، واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا. Thank you.